تركيبة طبيعية نباتية لتكثيف وإطالة شعر اللحية وتكثيف فراغات الشنب أو الشارب. التركيبة دي يا شباب سهلة جدا، هنحضرها سوا منزليا بمكونين فقط، وممكن يكون المكونين دول موجودين عندكم في المنزل فعليا، أو لو مش موجودين هتجيبوهم من عند العطار فورا لو لحيتك ما بتطولش او الشعرايه فيها بتتساقط بسهوله جدا، برضو تحس ان لحيتك خشنه كده والشعرايه فيها ملفوفه. الفيديو ده موجه ليك يا صديقي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا شباب تكونوا بخير ولحيتكم كثيفة وبألف صحة وألف خير. وصفتنا النهاردة مكونة من مكونين، المكون الأول وهو القرفة المطحونة أو القرفة البودر، اسمها بالإنجليزية سينامون، هسيب لكم برضو الاسم بتاعها بالإنجليزية عشان تبقوا عارفينه، ليها شكل برضو شكل العيدان اللي هسيبه لكم هنا دلوقتي ده يا شباب، ولكن احنا هنستخدم الشكل المطحون. هنجيب الشكل المطحون ده من فين؟ موجود عند اي عطار او عشاب قريب ليكو، او ممكن يكون موجود في البيت عندكو اصلا دلوقتي. القرفة يا شباب من ضمن المكونات الطبيعية اللي بتساعد فعلا على تكثيف اللحية بشكل ممتاز جدا، وبتحسن قوام الشعراية بتاعت اللحية وبتنعمها. انا نفسي في مرحلة في حياتي استخدمت فيها الوصفة اللي هكلمكم عنها النهاردة دي، وفعلا جابت معايا نتائج كويسة في تحسين قوام الشعراية بتاعت اللحية، بتحفز بصيلات اللحية ان هي تنبت شعراية كثيفة وقوية ومتينة. برضو الشباب اللي لما بيعملوا مثلا لحيتهم بالمنظر ده كده، يلاقوا يجوا يعملوا ايديهم كده يلاقوا فيها شعر لحيتهم والشنب بيتساقط بسهولة جدا. الشباب بالذات في حركة دايما بيعملوها لما مثلا بيبقوا مطولين دقنهم شوية، ويقعدوا يعملوا مثلا الحركة دي كده، يعملوا كده يبصوا في ايديهم يلاقوا فيه شعر بيطلع كتير جدا، اللحية مش قوية. ايه بقى اللي بيقوي اللحية ويخليها الشعراية ماسكة في الجذور بقوة جدا؟ وهي القرفة. والمكون رقم اتنين معانا، مش عايز حد يتريق لانه بجد فعلا مكون قوي جدا، وهو نص ليمونة. ايوه نص ليمونة يا شباب. ممكن تفتكروا ان الموضوع ده مبالغة او ان الليمون ده ما بيعملش حاجة، بالعكس النص ليمونة دي اضافتها لملعقة او اتنين من القرفة، اتفرج على جمال وسمك وقوة شعراية اللحية او الدقن او الشنب عندك. الليمون هنا دوره ان هو بيحفز او مستفز لبصيلات شعر اللحية ان هي تنبت شعر. تكفي في وصفتنا يا جماعة ملعقتين صغيرتين بالحجم ده من القرفة او سينامون، وهنعصر عليهم زي ما انتوا شايفين كده نص ليمونة. تمام، حد ممكن يقول لي ممكن نعصر ليمونة كاملة؟ انا شايف ان هي كتير، يعني نص ليمونه بالحجم اللي على حسب الليمونه، يعني الليمونه اللي عندكم لو صغيره ممكن نعصر ليمونه كامله، لكن انا الليمونه اللي معايا هنا كبيره شويه فبعصر نص ليمونه فقط. نصب على الخليط بتاعنا القليل من الماء، الماء ما يكونش كتير قوي، يعني حاجه بسيطه جدا علشان عايزين نعمل قوام متماسك. بنقعد نقلب لمده من دقيقه لدقيقتين لغايه ما القوام يمتزج تماما زي ما انتوا شايفين كده في الصورة، يدينا قوام متماسك، او يعني هو القوام بتاعها مش بيبقى عجينة، القوام بتاعها بيبقى يعني مسيل شوية او يعتبر مائل للتسييل شوية. ممكن نزود القرفة شوية لو انتوا عايزين القوام بتاعها يبقى متماسك اكتر، ولكن القوام اللي انا كنت بستخدمه عن نفسي هو القوام ده. بتستخدم ازاي الوصفة دي؟ بتجيب الصبعين دول كده وتحطهم في الخليط بالمنظر ده كده، تمام، وتمسح بيهم على اللحية. انا مش عايز اقعد امسح دلوقتي علشان انا عبال ما انضفها هاخد وقت، ولكن هتحطها على صباعك بالمنظر ده كده، تمام، وتمسح في الاماكن اللي فيها الفراغات وتدلك كويس جدا. اهم حاجة تدليك الوصفة دي بشكل كويس جدا. ممكن برضو لو مش عايز توسخ ايدك او يعني ما بتحبش تحط ايدك في الحاجة يعني توسخها، ممكن تلبس جوانتي، هاته من اي صيدلية، هات اي جوانتي من اي صيدلية واستخدمه وانت بتعمل او بتطبق الوصفة دي.
هتسيبها على دقنك يا صديقي العزيز لمدة من نص ساعة إلى ساعة إلا ربع، ما نزودش قوي من وضعها على اللحية يا جماعة، هي بتمتص بسرعة لأن الليمون اللي فيها بيساعد على امتصاصها بسرعة. دور الليمون هنا هو إن يخليها تمتص بسرعة، يخليها تشتغل بسرعة. الخلطة دي يا جماعة موجهة لأي حد عنده اللحية بتتساقط أو خفيفة أو برضو ما بتطولش بالقدر الكويس. المشكلة اللي كانت عندي ان اللحية ما كانتش بتطول، بتقف لغاية طول معين زي الطول اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده، ما كانتش بتطول بعده. الوصفة دي حلوة جدا للموضوع ده. طيب بالنسبة بقى لإنبات شعر اللحية، يعني حد ما عندوش لحية خالص، الأملس يعني اللحية عنده ملساء زي كف الإيد كده بالظبط، مفيش أي حاجة يا صديقي هتنفع لك لو أنت في الحالة دي. الحالة دي بيبقى ليها علاجات معينة زي زراعة اللحية ومثلا استخدام جرعات عالية من المينوكسيديل أو استخدام المينوكسيديل مع علاجات محفزة ليه بقدر عالي جدا، ولكن مفيش أي علاج لا طبيعي ولا في الغالب كيميائي هينبت لك شعر اللحية لو أنت أملس تماما. قاعدة دايما بقولها في كل الفيديوهات اللي ليها علاقة بإنبات وتكثيف شعر اللحية، وهي لو عندنا بصيلة للحية، بصيلة شعر للحية، هنقدر نشتغل عليها وهنبت لحية بكثافة وطول وهنقدر نعمل فيها اللي احنا عايزينه. لكن ما عندناش بصيلة، لا احنا كده في اتجاه تاني خالص وهنحتاج شغل وعلاجات تانية خالص. الوصفة دي كمان لو عايزين تضاعفوا قوتها ممكن تزودوا عليها ملعقة أو نصف ملعقة، كمان مش ملعقة كاملة، نصف ملعقة من النعناع البودرة المجفف. ممكن تعملوا الموضوع ده لو متاح، لو مش متاح يبقى القرفة والليمون لوحدهم يكفوا تماما. احتمال في البداية لما تيجوا تستخدموها تحسوا بوخز أو شك شوية نتاج الليمون اللي فيها. طيب الوصفة دي بقى محظورة على مين؟ محظورة لو أي حد عنده حبوب في وشه، لو حد عنده حب شباب أو عنده حبوب في الوجه بصفة عامة كتير، حبوب كتير ملتهبة، حباية ملتهبة، عندك حباية ملتهبة ما تستخدمش الوصفة دي خالص غير لما الحبوب اللي عندك تروق يا صديقي العزيز. لو عندك حبوب ملتهبة الوصفة دي هتزود لك الالتهاب بتاعها شوية لأن هي بتشتغل على تحفيز الدورة الدموية بقوة جدا في اللحية أو في بصيلات شعر اللحية، ما سيترتب عليه إن برضو هتعمل تهيج في الحبوب اللي عندك، فمحدش عنده حبوب يستخدم هذه الوصفة. الخليط ده برضو جميل جدا للناس اللي عايزة تكثف حواجبها، الناس اللي حواجبها ضعيفة برضو ممكن تستخدم الوصفة دي أو الخلطة دي، هتدي لهم تكثيف جيد جدا للحواجب، تحط على الحواجب مثلا لمدة ربع ساعة وبعد كده تتغسل عادي جدا. طيب لو حد بيستخدم مينوكسيديل لإنبات شعر اللحية هل ممكن يستخدم معاه خلطة القرفة والليمون؟ اه طبعا ممكن يستخدمها بمنتهى البساطة. لو انت بتستخدم المينوكسيديل للحية مرة يوميا يبقى هتستخدم الخليط ده مرتين اسبوعيا، لو بتستخدم مثلا المينوكسيديل في المساء قبل ما تنام فانت تستخدم دي في الصباح، استخدمها مرتين فقط في الاسبوع يكفي جدا وهتديك تضاعف اداء المينوكسيديل بقوه جدا. سؤال فيديو اليوم اللي في الوصفه بتاعتنا اللي هي القرفه والليمون لانبات وتكثيف واطاله شعر اللحيه، العنصر المسؤول عن تكثيف اللحيه هل هو القرفه او سينامون ولا الليمون ولا زيت الجرجير؟ اكتبوا لي الإجابة تحت في التعليقات، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار بخصوص فيديو النهاردة أو بخصوص أي موضوع تاني اكتبوا لي الإجابة في التعليقات، يا إما أنا هرد عليكم بنفسي يا إما أحد الأصدقاء في القناة لو عنده مشكلة مشابهة للمشكلة بتاعتكم هيرد عليكم هو برضو، علشان إحنا في هذه القناة كلنا إيد واحدة نحاول نساعد بعض بأي شيء ولو بمعلومة صغيرة، معلومة صغيرة ممكن تفرق في حياة ناس كتير. اتشرفت جدا ان انت شفت الفيديو ده واشوفكم على خير في فيديو جديد قريب. سلام عليكم.